دكتور اخر اخر الاصابات انا شفتك كنت عمال تعالج ابو عين تحت عينه ده. اخر اصابات ما فيش غير واحد تاني جاي مصاب في رجليه بخلع. تم علاجه؟ تم علاجه دلوقتي بنرد هنديله بند في رجليه وهنبدا نرد له العين متعوره تحت عينه ده في حجمه. هيتم نقله مستشفى خارجيه ولا هيتم معالجته هنا؟ هيتم معالجته هنا لان جوهر العين القرنيه لا مصيب شيء خالص. يعني في امكانيات هنا في الميدان؟ ان شاء الله امكانيات خيوط وامكانيات على اعلى مستوى والفيرست ايد، لكن جراحات الكبرى او اي حاجه تانية تضطر للمستشفى عاملين لينك مع سياره الاسعاف ننقلهم على الاسعاف على طول. هل انتوا في حاجه الى معونه طبيه او اي تبرعات حاجات طبيه معينه ممكن نعلن عنها؟ فعلا احنا محتاجين ادويه، كل ادويه الجراحه، لان دلوقتي دخلنا من عيد تاني يوم 28 يوم 28 يناير بيتعاد تاني، وموقعة الجامعه بيتعاد تاني مع البلطجيه. ممكن حضرتك حاجات اسماء معينه ايه؟ قطن، شاش، قول لنا الحاجات المطلوبه. بالنسبه للمحتاجين كلمه ادوات جراحه يبقى الجراحه كقطن وشاش وكادوات جراحه وكمضادات حيويه وكمسكنات وكاسبريات وكانتيبيوتيك بودر، ده كله عشان اقدر اعين اللي قدامي بسرعه، لان احنا دلوقتي هو ده احنا بقى لنا دلوقتي حوالي 3 ساعات ونص في الحالات اللي جات لنا. 3 ساعات ونص ولحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي بعدين، كل ودي الوحده المركزيه. في هناك واحده عند وحده كنتاجي لسه فيها حالات. تمام. في واحده في الصينيه لسه عند اسمها وحده مسبيرو برضه في عندها حالات. هل في حاجة إلى تخصصات من بعض الزملاء يجوا يدونا وقت معين لعمل أي جراحات أو أي حاجة؟ يا ريت، محتاجين جراحة جامد جدا وبطنة. محتاجين من دور كتير، لأن برضو البطنة محتاجينها في الحالات عشان اللي بتيجي من الشرق. الجراحات بالذات حضرتك الجراحات بالذات. والجراحات بالنسبة للجراحات، الجراحات في فريق الجراحات هنا كويس وهيبقى مع الدكاترة اللي جايين بتوع الجراحة. والبطنة كذلك الامر بيشتغلوا جراحه، لان البطن كذلك الامر بيشتغلوا فيه في استشهاد جراحه بس. فاحنا نرجو من الدكاتره انه يجوا ونرجو بتبرعات الادويه، لان احنا دلوقتي فعلا ما عندناش ادويه كتير. احنا دلوقتي عمالين نجري نجيب بالعلبه من الصيدليات. ماشي يا دكتور، شكرا. ماشي يا عم، شكرا. ثواني يا جماعه، مش انا لا من غير ابو عامر. كنت معاك في فصل مدرسه رشاد. اهلا وسهلا. ده كان لسه هناك دلوقتي. الحاله ديت حاله زي كده. يا جماعة لو سمحتوا اللي مش دكتور يطلع بره، معلش احنا مش الناس الأخير مش عارفين نركز. بعد كده نصور نعالج الأول. نعالج الأول يا جماعة اللي عارف الورق. عامل لك الشاي عشان الشمس. لا أنا موجود، مش عايزين حد يصور دكتور معايا. يا جماعة خلينا بس نساعد الناس هنا. يا جماعة الورا يا جماعة. عايزين نقول لنا يا دكتور.